بار بھی محافل کے اندر چھائے چھائے نظر آ رہے ہیں آپ کی بھرپور محبت میں تشریف رکھتے ہیں محترم جناب محمد احمد درنگی حفظہ اللہ تعالی فلیتفضل مشکور و مأجور اس صدی کے امام علامہ البانی رحمہ اللہ کے قول میں نے پڑھا وہ کہتے ہیں کہ صدیق المنشاوی کا قرآن سن رہا ہو بندہ ہوتا ہے ایسے سمجھے قرآن نازل ہو رہا ہے حضرت ان کے انداز میں پڑھتے ہیں شیخ صدیق المنشاوی کے انداز میں دعا فرمائے اللہ ان کا سینہ کھولے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آ رہے ہیں لادا تھکے تھکے لگ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور نہیں 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 کچھ ہی بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نعرہ ٹائم نہیں مار لی ہے پن تلاوت دوران میں نہیں مار لی شیخ محمد احمد الدرنگی اچھی وانا اہلا و سہلا اور اچھی وانا ادھا اچھا کہ اہلا و سہلا اہلا و سہلا تیرا درنگی میرا درنگی کاری درنگی کاری درنگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها
مبارك يوقد يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري
الله أحسن أحسن الله يبارك فيك الله يفتح عليك الله يفتح عليك نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب
حتى كظلمات في بحر اللجي يغشيه موج من فوقه موج يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من سويلت بأي ذنب
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس اللہ ماشاءاللہ پرانی یاد تازہ ہو رہی ہے قاری عبدالباس رحمہ اللہ اور شیخ صدیق المنشاوی اللہ ان دونوں مشائخ کی قبروں کو منور فرمائے بڑی ہی دلگداز آواز سے تلاوت فرما رہے تھے شیخ محمد احمد ادرن کی اللہ تعالی ان کے پڑے کو قبول فرمائے